أيها الأبناء، احفظوا هذه الجملة: من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. عباد الله، القرب من الوالدين قربة، والبعد عنهما مسخطة. لا بد أن نعلم أن كل بيت فيه أنفاس الوالدين فهو بيت رحمة وحنان. الوالدان أفنيا الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا، تعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام، وابيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران. تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما